انا بغيت نعرف راسي مع من مزوج، واش مزوج مع السيده اللي عندها 62 ولا السيده اللي عندها 21، لانها 62 هي اللي سابقه، هي اللي سابقه 21، اتطلقت ب 21 وتكاتبت ب 62، بغيت نعرف اين هي السيده اللي مزوج بها انا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، انا اسمي طارق منير من دوار بزوار اقليم جديده. القصه اللي وقع لي الله يرحم الوالدين مع السيده فاطمه الزوجه ديالي من 2017، باش وقع لي هذا المشكل ما بيني وبينها في النزاع ديال القضاء وفي المحاكم. يعني هذه السيده من اللي تزوجت بها وطلقت على مده شهرين، اكتشفت بان عندها جوج بطاقات ديال لاكارطات، اكتشفت عندها جوج بطاقات ديال لاكارطات، الاولى تكاتبت معايا بها والثانيه طلقت معايا بها. دابا ملي مشيت رفعت شكايه النيابه العامه وداك الشيء، كنكتشف بان هاد السيده اللي مزوج بها انا في 2016 في شهر 6 في 29، كنكتشف بانه لاكارت ديالها ماشي هو اللي طلقت بيه انا. اللي مشات الدرك الملكي ديال زاكوره كتقول لهم هي بان هاد لاكارت ديال 21 هو ديالي، 62 لا علاقه لي به. درنا التنقيط ديال البوليس، البوليس كيقول لك في اسم مرا اخرى، في اسم مرا اخرى هي اللي عندها 62 حتى هي تابعه لزاكوره. ملي رجعت انا عند الدراك وداك الشيء كيقولوا لي ودي هاد السيده راه مش ما عندها شي حاجه، يعني راه كيقول البوليس ديال زاكوره بان الوصل اللي هو عطينا لهاد السيده اللي عطيناه لها راه ديال المراه الاخرى اللي في زاكوره ديال 62. ولكن انايا شكون اللي تكاتب معايا؟ واش كاتبت معايا الاخرى اللي في زاكوره ولا تكاتبت معايا هاد السيده ودات الصداق ودات كل شيء وبحضور خوها وباشهاد كتثبت هي بوثيقه بالشهود وبالمقدم المقدم ديالهم ديال القبيله ديالهم؟ نعرف الحقيقه اين هو لاكارت واين هي الزوجه اللي مزوج بها انا. رفعت شكايه النيابه العامه تمايا في زاكوره، ملي رفعتها قالوا لي ودي هذه الشكايه تحفظت بعد عناصر جديده، يعني تحفظت تتبان شي حاجه جديده. وكيل جلاله الملك تما في زاكوره قلت له ودي راني عندي عناصر جديده باثبات بوثائق بوثيقه من وزاره الداخليه وبالشهود وبكل شيء. قال لي ودي سير الرباط في النازله، ملي فتحوا تحقيق في النازله ما عيطوش لهم هما ثاني، ما عيطوا لا للمقدم لا للشهود لا لخوها لا لتا واحد. وابتداء من الاول باش تعرف فيها تعرف فيها بخوها. طلقه فايت وانا مطلقه ماشي بيا انا، انا ما خدش بنت، خايده مطلقه بواحد اخر. وزياده على ذلك عندي الكاغط الاول حتى هو فيه 62 والثاني ديالي انا فيه 62. ملي اكتشفت هذا الشيء وهذا التخلويط رفعت الدعوه ديال الطلاق. ملي رفعت الدعوه ديال الطلاق هنا في ولاد فرج عندنا عند القضاء، القضاء كيكتشفوا بانه فوتوكوبي لاكارت ماشي هو اللي كاين في الكاغط ديال العدل ديال العدول عندنا ديال 62. طلقنا مشينا بحالاتنا كل واحد مشى ريح بحالاته. عاود رفعت انا دعوه بها، رفعت بها دعوه على ملي رفعت بها دعوه وداك الشيء حكمت على المحكمه في زاكوره باش ترجع الاعتراف بالدين ليا انا. هي هذيك شويه دازت القصه مده ديال شهرين ولا مع ثلاثه شهور، صيفطت لها المفوض القضائي اعطاته لاكارت اخرى. ملي جيت انا لوراه كنكتشف كاينه لاكارت اخرى ثاني. ملي قلت لها اعطيني فلوسي قالت لي سير عند مرة اخرى اللي مزوج بها، مرة اخرى اللي مزوج بها. ولعبت بالقضاء كاملين وكدير التلاعب في الادارات وكدير جميع المشاكل كلها هي بالادارات هاد السيده قبل ما نتعرف بها انا، كدير هاد الشيء هي وما اكتشفت الحقيقه حتى بديت نطلق انا وياها. ملي مشيت عنده قال لي ودي لا هذاك غير خطا وخرج لينا في اسم مرا اخرى وداته هي وخطات وبقات كتسني بيه وتكتب بيه. وانا ما يمكنش ما يمكنش من 2014 هاد السيده باقي ما كنعرفهاش انا وهي كتسني ب 62 وبحضور خوها ولي الامر وبحضور. لذلك اليوم كنطلب من سيدنا الله ينصره الله يطول لنا في عمره الله يشافيه
وانا راه مرضت بسبب هذا الشيء. السي الحموشي يدخل لي في هذه الامور عاجل عاجل، ويفتح لي تحقيق في هذا الامر، في هذا الناس في هذه النزيله، في جوج لاكارطات اللي ولاو في المغرب كيلعبوا بوثائق اداريه. اليوم انا تشديت، الله يجازيكم بخير، تشديت في مركز الدرك ديال الفرج، وبحكم زاكورا حكم عدد 144/2019/193 تشديت عليه. وهذاك الحكم اللي تشديت عليه ظلما وعدوانا. يعني انا ما عندي تا ولد في سنه 2016، ما عندي تا ولد، والحكم اللي تحكم عليا بالولاد كاينين، وانايا كنستشر امام القضاء، كنقول لهم انا ما عندي تولد في جلسه البحث، كيقول لنا صافي قول لنا. قلت لي مودينا انا ما عندي تولد، يعني ديك الساعه احنا مطلقين، وعندي حكم في ولاد فرج، انا كيف يعقل يقولوا عندنا جوج احكام؟ انا كنعرف حكم طلقت فيه في ولاد فرج هو اللي غنتبعه على النفقه، ونتبع المسائل ديال المسطره اللي دارت المحكمه. والقضاء حتى هما دارتهم في الغلط، تتحكم عليا هذا الحكم ديال 193/2017/144 ونفذوه عليا. فيعقل يوليو جوج احكام، واحد في ولاد فرج وواحد في زاكوره وواحد في استئناف في ورزازات. انا ما عمرني انتظرت هذا الشيء في المغرب. انا كنعرف سيدنا الله يطول لنا في عمره حكم واحد اللي كاين، كيطلق بنادم، كيتزوج بنادم، كيتفرق بنادم بحكم واحد. انا كنطلب من سيدنا الله ينصره ويطول لنا في عمره والله يشافيه، وكنطلب من السيد الحموشي يفتح تحقيق عاجل في هذه النزيله، الله يجازيه بخير، باش نعرف انا على جوج لاكارطات اللي هما كيدوروا حاليا دابا. انا ما كنطلب، بغيت نعرف اشنا هو الحقيقه ديال هادشي كلشي ديال هاد لاكارطات جوج، بغيت نعرف اين هي الحقيقه.